أهابت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بأهالي المفقودين المصريين في ليبيا التواصل مع الوزارة وإرسال بياناتهم حتى يتسنى التنسيق مع الجهات المعنية للمساعدة في إجراءات البحث عن المفقودين. وأعربت وزيرة الهجرة السفيرة سهى جندي في بيان إن الوزارة تنسق مع جميع السلطات المعنية للتعرف على حجم تأثير هذه الكارثة الإنسانية على أبنائنا من المصريين المتواجدين في ليبيا. كما ذكرت الوزارة أنها تتابع تطورات الأزمة على مدار الساعة وللتواصل معها للإبلاغ عن بيانات المفقودين يكون عبر موقع الوزارة وأرقام غرفة العمليات عبر الواتساب الظاهرة على الشاشة.